مرحبا بكم في تندنس بلس لا 3e saison. Deux adresses utiles باش نتعرفوا عليهم اليوم. Centre de formation élite في نابل. Frini Events في الزهرة. لدريس الأولى Centre de formation privée élite في نابل. عسلامة ومرحبا بكم في حلقة جديدة من تندنس بلوس. اليوم حلقتنا تبدأ من نابل وكما عودناكم دي زادغيس تخي زوتيل، واليوم أدريستنا سبيسيال موجودة في شارع الحبيب تامر طريق الحمامات، سنتر دو فورماسيون بريفي ليليت موجود من عام 1995، ديبلوم فورماسيون اكتيفيتي، هذا الكل باش نشوفوه الداخل. يلا نشوفوا مع بعض. إليت Centre de formation professionnelle, أكثر من 23 سنة خبرة وهو ليدر في الكابون. Bonjour, احنا تو في الادمنستراسيون عاصمة. Donc هوني ليدر مقسمة شارج كليان، أكوي، ماركتينغ، كونتابيليتي، فورماتور، ديريكسيون. كله سيستم ايكول وتوا باش نطلعوا لي سال ولا كلاس باش نشوفوا شو مال لي فورماسيون لي ديبلوم اللي يتعطاو في السنتر هذا. يلا diplôme en BTP et BTS homologué par l'État dans 16 spécialités. Commerce international, comptabilité, finance, design d'espace, informatique de gestion, multimédia ou barchartisasat okhra. مرحبا بك في تندنس بلس. مرحبا عايشة. دونك كنا نبداو من الاول، كيفاش جات فكرة إليت وكيفاش تولد المشروع؟ إليت سنتر دو فورماسيون بروفيسيونيل تأسس عام 1995، صافي 23 ans خبرة في الدومين، دونك ولينا ليدر سور لو مارشي دو كابون. داكور، باهي، سنتر دو فورماسيون بريفي بروفيسيونيل، دونك أنا توا كإتيديونت جاية نحب نقرا عندكم، كيل سون لي كريتير اللي أنا لازم يتوفروا فيا باش أنا نجي هوني نعمل ديبلوم؟ ساعة لي ديبلوم تاعنا سون هومولوغي باغ لو مينيستير دو لا فورماسيون بروفيسيونيل. عندنا لي بي تي بي و لي بي تي اس. بالنسبه لي فورماتور لي موجودين هوني، اسكو سو سون دي بروفيسيونيل؟ اسكو كيفاش يقريو في دي زيكول اخرين ويجيو يقريو هوني؟ معنا اون ملتيتود دي فورماتور بروفيسيونيل و اكاديميك، دي دكتوران، دي دكتور، دي زونسيغنون انيفرسيتير، من جهه اخرى دي بروفيسيونيل qui m'a des experts comptables, des designers, des architectes, des infographistes. D'accord. بالنسبة للvoie de développement, معناها شنو عندكم des conventions, شنو؟ Nous avons signé plusieurs conventions et protocoles de partenariat. D'accord. مع مؤسسات ومعاهد دولية في عديد المجالات. معناها هوني لي ستاجير نتاعك هوني في تونس تبعثوهم البر و فيس فيرسا، يجيو هوني يقراو ايشانج، دونك هما يمشيو يقراو غادي و هوني ويجيو. اه سوبر، قول انا كي لا تراك يجيو نحضروا لك. مرحبا ميرسي بوكو مدام ايمان. عايشك ميرسي. عايشك. اهلا وسهلا. عسلامة. شنو احوالك؟ عايشك لاباس. اي لالا، بعد ما حكينا على إليت بصفة عامة وشو ما لي ديبلوم اللي فورماسيون اللي موجودين، توا بعد الفورماسيون. دونك بالنسبة للبوست فورماسيون اللي بعد الفورماسيون، دونك عندنا أن سيرفيس بلاسمون إي ستاج، دونك سيرفيس هذا يتلهى بالبارتي اللي في وسط الفورماسيون وبعد الفورماسيون. دونك في وسط الفورماسيون أون إتابلي تو سكي كونفونسيون دو ستاج، بارتناريا افيك دي زونتربريز بور فاسيليتي لانسيرسيون دو نو ستاجيير أون تانك ستاجيير دونك في لي زونتربريز. بار لا سويت دونك في البوست فورماسيون عندنا أن بروغرام دأكومبانيومون اسمه دير، دونك سي لاكرونيم de
diplômés, accompagner, recruter élite. Donc, il consiste à l'accompagnement des jeunes diplômés lors de la phase de recherche d'emploi. D'accord. Donc, tout ce qui est préparation technique, CV, lettre de motivation, technique de recherche d'emploi, entretien d'embauche. Et ils aident à une partie soft skills. Donc, on a un coach, coaching en termes de public speaking, communication, confiance en soi, etc. Super. Ok, merci Aïchotte. Staff administratif, jeunes et motivés, et des formateurs compétents. Principalement, on essaye en effet élite de se rapprocher la vie professionnelle des stagiaires de la comptabilité en effet élite. Donc, même dans le contenu du cours, on essaye de nous faire des touches pratiques et les aider à s'intégrer facilement dans la vie professionnelle. Elite Tnazam Zeda, des workshops, des sorties d'études, des séminaires et des événements. Donc, il y a un cours où tu as pris une vue. Je vais vous parler, je vais vous parler. Attention. Miss and Mr. Elite et les connards حاضرين في. Centre de formation et حل لكم برشا افاق في الخدمه والستاج في تونس وخارجها زاده. J'ai eu mon diplôme en juin 2016, brevet technicien supérieur en commerce international, compte في programme d'air, توا نخدم في une grande société هنا في نابل en tant que commercial. Je me développe chaque jour, j'ai acquis de nouvelles compétences. Programme d'air كان l'occasion باش نتعلموا برشا حاجات et surtout faciliter l'intégration dans la vie professionnelle. L'Edris Athénia Lilio, agence événementielle Frini Event Fezahra. Mené Belle Zahra, Najulbi, à notre deuxième et dernière adresse, Frini Event, une société spécialisée dans la planification et l'organisation des événements. Leur aussi, Sahriyet, les événements, les séminaires, tout le chai. Ali Homouma, de A jusqu'à Z. Choufou Mbadma. Frini Events, société مختصة في تنظيم الحفلات, les préparatifs des événements, des mariages, réceptions, congrès, séminaires, les soirées privées, des créations personnalisées et uniques. مرحبا بك في تندنس بلوس وانت مرحبا بك عايشوشة في فريني ايفانس ميرسي بوكو لا كيسيون ستاندار كان بوز ليدي نتاع البروجي منين جات الفكره منين جات ليدي دونك عرفنيك ان طون دو ديكوراتور اي ابري وليت فوز اورغانيزي دي ايفينمون انا يا 15 ans بديت في سوسا في سليم سنتر وبشوي بشوي معناتها سويفون لا دوموند واحد وكل شيء جيتي اوبليجي باش نحل دوزيام شوروم هذايا اللي هو في الزهره في تونس
pour faciliter le déplacement تاعي واحد وكل شيء. دونك تعمل كل شيء سو تريتانس عند عبيد غنين المهم تخرج لو باك كامل من من ماكله لل كل شيء من سيرفيس وكل شيء. سيرفيس لكل شيء. داكور. دونك ا بار لا روسيت فما لي زيفينمون لي سيمينار لي سيمينار لي ريسبسيون لي بوست كافي في الوتلا نعملوا كل شيء معناتها اون سوكوب دو تو. عندنا دي باك مدام فيزا تحكي لكم عليهم. مدام فيزا باش تحكي لنا عليهم على لي باك. فوالا ميرسي بوكو. عايشك عايشك مرحبا بيك. يخم على راحة بالكم يهنيكم على مناسباتكم الكل بأحسن الخدمات ديكوراسيون فلوريست ريستوراسيون و سونوريزاسيون مدام فايزة مرحبا بك عايشوشة مرحبا بك بحضنا في الزهرة ميرسي دونك مدام فايزة توا عرفنا لي سيرفيس لي زاكتيفيتي اللي تقدموهم توا نحبوا نجيو للي باك دونك اللي باش يجي يعمل ديكوراسيون من عندنا والسيزون هذه عاملين باك شنو الباك اللي باش يجي يكري باش نعملوا له الكوافور غراتويت داكور فيونساي ولا وطيه ولا مارياج داكور هكا كل سوا ليفينمون اللي باش يعملها هو احنا باش نعملوا له المكياج عندنا كاري في اي بي في الزهره تبعنا باش نعملوا المكياج غراتويتمون مع اللوكاسيون سوبر مبروك عليكم يا رئيس مرحبا بكم يعيشك ميرسي مدام فيزا يعيشك Équipe dynamique et passionnée afin de vous combler. انتي زادا كان ناوي تعرس عليك بفيديني ايفانتس دي باك مارياج و فيونساي على ذمتكم هذه كانت حلقتنا لليوم وانا ديكوفير انسامبل دو بونز ادريس سنتر دو فورماسيون بريفي اليت نابل اي فريني ايفانتس الزهره كانتوما زاد عندكم دو نوفيل بروبوزيسيون ابعثونا على الباج فيسبوك تندانس بلوس انا نقولكم صباح الخير يا لا سيمين بروشين في نفس الوقت We'll be right back.